الحمد لله، الحمد لله الخلاق العليم، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، نحمده ونشكره على ما أعطى من الإنعام والبركات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها رفيع الدرجات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البريات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اجتهدوا في طاعة الله، والزموا تقوى الله في سائر الأحوال، فإنها خير مخرج وأقوى منهج، وهي مفتاح الخيرات ومعدن البركات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حديثي إليكم أيها المؤمنون عن مرض خطير أصاب المسلمين أفرادا ومجتمعا، وهذا المرض هو يا عباد الله نزع البركة. فكثير من المسلمين لا ينعم بالبركة في المال والأولاد، مع أن الله تعالى قال عنها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكثير منا لا ينعم بزوجته، مع أن الله تعالى جعلها سكنا ومودة ورحمة، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تسكنوا إليها أي تألفونها وترتاحون وتطمئنون إليها. ولكن الزوج عند بعض الناس لا أنس ولا مودة ولا رحمة، مشاكل وخلافات ومحاكم. لماذا؟ لأنه لم يبارك فيها. ونزع البركة على مستوى الأفراد أدى إلى نزعها على مستوى المجموع. فالأمة اليوم كثيرة ولكن كثرة لا بركة فيها. وصدق فينا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدوركم، من صدور عدوكم المهابة، المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عباد الله، الله سبحانه وتعالى مفرات هلقزي زوتر هني تاتشلاي مانن نتاتشلاي هي وتاتشلاي أسفلاقينو كموجعوت هلو ملكام موجع مدانيا من قدنو تنكار ما كهدنو يبزو خيرات مكفتا من قدنو يبركات من جنو. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله أن يفرات زازون أكبرو تنككو يا كبرسو كتنكو موجع الزقاج جلتهل، ويرزقه من حيث لا يحتسب كلا السبب سيساي إلى القسوال إلى الله عز وجل. زاري من التاوسو بإذن الله سلام أستقاري نقرنو بمهب برسب وستقبتو بتنات ألمهون بقارائي فتنن يستقرن يالان دنقرنو إرسم بركة ماتات بزو سو قنزبنا لجوج. الله سبحانه وتعالى: المال والبنون. قنزبنا لجوج يهوات قيت وشنات شو يقربوا هيوت جيت وشناتشو كمالتهم قا يهين بجنزبهم يهون بلجوتش لا يبزوانة بركة عاجين. من جل هندم التوكل الله سبحانه وتعالى تدارنا من دزهو يهوت تكافى يهون الجوم بالبيت وشاتشنن مرجع إن دزهم وديت عنا أزنت عذر قبة سبحانه وتعالى يوم من على ومن آياته. فترى لك تعمرو تشوم ككل أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا كراساتو يهوت انديونو أكالوشن مفترونو لتسكنوا إليها أن دتلام مدواتو رفت الناس كان أن دتاقن يباتو أن دترقاقنا أن دتركباتو على الله بمكاكلاتهم وديتان نازنة نادر قوال بمالت سبحانه وتعالى قلت ويالا بزو سويت ويميتوسنو سويت كمستوشاتو قا بسلام بمرقاقات بفكرنا بأزنت لا يتمسرته وتستيقبه بزو تشقروتي نورالو تشقروتي فترالو اسكفر دبيتم سويتي درسالو. لمن كتبالا
ህይወቱ በረካ ያለው በመሆኑ ያለው ህይወቱ በረካ የሌለው በመሆኑ ነው። በረካ በግለሰቦች ደረጃ ከተነሳ እንደ ማህበረሰብም መነሳቱ የማይቀር ነው። ችግሩስ ካለ ጊዜ ድረስ ነው። ብዛት ካለ ጥራት ምንም ዋጋ የለውም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብዙም ሆነን ጠንካራ እንድንሆን ነው የሚፈልገው። ጥንካሬ የሌለው ከሌለው ብዛት ጥንካሬ ያለው ጥቂትና ትንሽነት ይሻላል። ይህ ማለት ግን ብዛት ማያስፈልግም ማለት አይደለም። ሐቅ ላይ የተመሰረተ በእውነት ላይ የተሳሰረ ብዛትና ጥንካሬ የግድ ነው። ብዛት ኑሮ ባዶ ከሆነ ግን ዋጋ የለውም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ በሐዲሳቸው፣ የክህደት ቤተሰቦች እንደዚሁም ህዝቦች እናንተ ላይ ይጠራራሉ። ለካ አንድ ትሪ ላይ የተራቡ ሰዎች ምግብ ቀርቦ ተጠራርተው ኑ እንብላ ተብለው እንደሚጠራሩት አሉ። ከዛ ምን አሏቸው ከሰሃባዎች አንደኛው ጥያቄ ያቀረበ፣ የዛን ጊዜ ቁጥራችን አንሶ ነው እንደሚረባረቡብን ሲል قال بل انتم يومئذ كثير ይህ ክስተት በሚፈጠርበት ሰዓት እናንተ ብዙ ናችሁ። ነገር ግን ምን ያረጋል ጎርፍ ላይ እንዳለ ጎርፍ ይዞት እንደሚሄደው ግብስባስ ወይም ከላይ የጎርፍ ጥርቃም ጥርቅም ናቸው አለ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከጠላቶቻችሁ ልብ ላይ እናንተን ማስፈራትና ግርማ ሞገስ ያነሳል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እናንተ ልብ ላይ ደግሞ ዋህነን ይጨምርባችኋል አሉ። ከዛ አንደኛው ምን አለ ያ ረሱላህ ዋህን ምንድነው? قال حب الدنيا وكراهية الموت ዱንያን መውደድና ሞትን ጥላቻ ይወርሳችኋልና በዚህ የተነሳ ለፈስፋሳዎች ተሆናላችሁ ወንቢሶች ተሆናላችሁ ቁጥራችሁ በስቶ ግን እንደ ብዙ እንዳልሆናችሁ ተሆናላችሁ አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያ ኢባደላህ በረካ ምንድነው? ነቢያቶችና ቀደምቶች ከበረካ ጋር የነበራቸው ሁኔታ ምንድነው? በረካ እንዲወገድ በህይወታችን ውስጥ ነገሮች በረከት እንዳይኖራቸው የሚያስወግዱ ምክንያቶች ምንድናቸው? በረከት እንዲበረከት ጥቅምና አስፈላጊ ነገሮች ምንድናቸው? በረካ እንዲኖር ህይወታችን ውስጥ በሁሉም የህይወታችን ክፍል ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይሄን ይሆናል ምንተዋወሰው። በረካ ያንድ ነገር ማደግ መበልጸግ ደስተኛ መሆንና خیر መብዛት ነው። الله سبحانه وتعالى بركاتا نبياته يتبارك عندهن قال فقال عن عيسى عليه السلام واجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. نبي الله عيسى يهند عن هذا الرضا الله ينقرنا عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. وجعلني مباركا الله يتبارك قادرغنال يتنبهن የትንቦታ ካለው በረካና خیر እንዲኖረኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አድርጎኛል። ሶላትን እንድሰግድም ዘካትንም እንዳበረክት በህይወት እስካለሁ ጊዜ እነዚህ ነገሮች በቋሚነት እንድፈጽም አዘዞኛል ይሄንም አድርጎኛል አለ። ወአልቀ الله البركة على إبراهيم وآله الله Subhanahu Wa Ta'ala በነብዩ الله إبراهيم እና በቤተሰቦቻቸው ላይ በረከትን አስቀምጧል። قال الله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. الله سبحانه وتعالى من الال نبي الله إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام إسحاق دمي ولد الله أبسرناه نبي ملكام نبي دمي هنم أبسرناه قال أبو هالة من الال وباركنا عليه وعلى إسحاق بس أتشونا بإسحاق لاي بركة عرقنا بباته يتباركوا خير الله خير أن يتدرقنا إلى الله سبحانه وتعالى. ስለሆነም ነው ነቢያቶች ሁሉ በረከትን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ማጸኑ ነበር። ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ብናይ ምን ይሉ ነበር? ወቁል ረቢ አንዝልኒ قال تعالى وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين بلو عند تماصن الله ينغرنا بل الله عزواچو النبي الله نوح انديه بل علاچو يتباركن ما صرفي اصرفني انت ملكام اصرفي عند بوتا لا انوارينه بمالك الله سبحانه وتعالى اندي ماصن الله عزواچو وسيد المرسلين عليه الصلاه والسلام نبياتن عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى بركة عند يارجلاتشو بهلم نغري ما صنوا نبر ياهم بستاتشو الله عز وجل من يبارك اللاتشو ما صنوا نبر. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبارك لي فيما أعطيت بستهي نغر
بركة أدرقلي بركتنا بركت اللي بلو الله سبحانه وتعالى يما تأمنبر يمسلمهم هلو دعائه نون ودعاء لا تنش بن ملس بزو مصالي وچن ما يتنشل لن أهون قال لن بس قزي ودعاء لا ملس بلن مالد حتى في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء لا ملس بلن سنناي بزو بركتنا خيرات نبرة بكر بزياتو تشم بآياتو تشاتشن درجة باباتو تشاتشن درجة بزو خيراتنا بركاتنا نبرة يالسمان اندليلا يتاوكنا هلا تشنم سمتنا لاستوننا صحابة وتزن لي نبرون بركاني عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عند ملو سراويتنا استاتكو شنيتو نبرة كتري قنزباتشو الله سبحانه وتعالى قنزباتشو بركة درقلاتشو ينبراتشو يا نخل ويم يتمر زاف فريب زات زافو تشو بتشاب زاتاتشو اسكمتو هلت متوشينا كالزبلا عندنا برو ينكرال رضي الله عنه وأرضاه الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه تلقوا صحابي رضي الله عنه وأرضاه للجاتشو عبد الله بن الزبير اداين كفل اللي بلو تنزو نبر يموتوت اداتشو يتبدر ينبر باتشو ادا 2,200,000 كبابي نبرا كزاقن عبات الزبير بن العوام رضي الله عنه للجاتشو من نبر يالوت يا بني إن عجزت عنه في شيء ينين أدامك فالكتسانه الناكم كترة فاستعن عليه بمولاي رداتي أقازي هنا ونعملك لمننا اقزاك السوشان. يقول عبد الله بن الزبير فوالله ما وقعت في كربة من دين إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه من إلى لجيو تادع أدامك فلسياك تنتقر قرصيرا يا زبير قيتا ردات عملاك يوم كوهي أداون كفل اللتبي يدعى درق نبرا وكان لم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين له. الزبير طلوت يموتت نبرت من نبرا ترفورك ويم برا نبرات شو نقر قن مريت نبر طلو يموتت الله سبحانه وتعالى بزيه مريت لبركة درقو تشوت النزيه لت مريتوش تشوت ونا يا يورس جنزباتش وكذابها لمن سنتون وتجنية 5,000,000 هلت متهون بالا بيتوش نبراتش ورضي الله عنه وأرضاه ليان دان دواميست يا ورس درشا ينبرو 1,000,000 و100,000 مليون هلت متو شي نبرينا الله سبحانه وتعالى انديها درقو بركة درقو الله فانظروا يا رعاكم الله كيف تكون البركة بركة انديت النيمات أيوم بالله نيمت تماما ملكام سومهون ملكام سراوتين مسرات ودفيت من نايات شون من قروت ما بركتنا. طيب من دنيا يتفتر يا الله بركة بهيوتاتين وستنا من دنيا يمن ناطا بركة لما اندي تعمر اللين من دنيا من قدو بركة يتفع باتشو مكنياتوش بزونات شو كالنزامة كالكل قنبار قدمون تقرى اللي بالا ملكو يميزو كثرة المعاصينا وجل مبزاتنا فللمعصية كبير الأثر في محق بركة المال والعمر والعلم والعمل يهل من أجر بركة اللي وجد وانجل تلك أستواس أمينا له بركة يدنزب بركة يأدمي بركة يعلم بركة يتقبار بركة يتفبنا نبي ياتشن صلى الله عليه وآله وسلم إمام الحاكم بسجبت حديث من إلاله وإن العبد لا يحرم الرزق وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه عند سوب مسرى وانجل يتنسى رزقني كلالك قال رسول عليه الصلاة والسلام هلتن يو سبب ما تعالى لنا كهدة مبزاتنا بهي وتاتشن وست بزو سو نقدنا شياج لا يمي يتسمر الله يزن الله جو بيتشاسي كرو بوشت ودمها الله يلال يملال اقاول لما الشاشات انا لما نقد فلقو يهي بابزان يو بوتا يتلمدهنو اندك اللال يمي كوترنو سويت اندن يادرقو كمبزات ايكو يتنسى اندترا نقرنا مي كوترنو يزين قطعت جنابرا الناس تول نبي عليه الصلاة والسلام الشيخان بخاري ومسلم بزقبوا حديث من إلاله الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة يوشت مهلا اقال يششت إشلال نقرقين بركان ينفقال بركة يالواي هنم بزو شتال بادوي هنا بزو هنا تشقرنا تعطي بزعبتال ينتع دا مسألة ممادرك فالصادق في البيع والشراء والمعاملات بهلم يهوة زرف سيشتم سيلوتم سيقزعم بيتن يوم يماه براوي نوروست عند سونة ياكو هنا كسبوا بركة نوروان نالبات ميسقباو قبي تنش لهون اتلال قل يبركة
يدلا ملكام هيوت يترغاغا هيوت منور يچلا چنقتنا چگر وسط ايغابام يانيو گن بزو گنزب يامتال يي بزو گنزب موچاو اطف درب نو يميهونو انكون يالون انكون ياسگباون يكرنا يالونم يزوبت يهدال بركاونم ياسوگدبتال چنقنق نو بشتا نو مكرا نو يي ياچنانقوال يهن كفليلوال كلهم ياروروطوال بونجلاچن يتنسى يميطاو مصيبه طنكارا نو يميهونو النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه من يلالو البيعان بالخيار ما لم يتفرق هلت من الشاشات وصوت اسكال تلايو جزي درس الزوغة بايا بوتا لابرو اسكالو جزي درس يمسرزنا يمكتل مبتمرجع الله تشالو فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما هلتم ونتنا كتناقروا شاجم جزي مالتنا ونتن يشكوهننا يا يمشيت اوك علي ويمين من الله ووتك علي تشجرنا يهون قلت كالهك قلتنا كابرارو بقلت كتناقروا الله سبحانه وتعالى شياج اتشون بركة درقوا اللالو وإن كذبا وكتما نقرقين بتكاراني كواشونا كدبكو محيقت بركة بيعهما يقبه تاتشو بركة اندال ينسال ينفقال يسر زبات شوال على الرسول عليه الصلاة والسلام سوستنيا لا بركة انديت أفابه وتاتشنوست بجنزباتنا مول بهواتنا مستمكنات كم يونت نغروش مدنو يولد قداينو وما اكثر ما يتعامل بالربا في حياتنا بهواتنا مست يولد سريت ويما السرار بطام بزو هونو مناغنيو نعم بجنزب ولد ظاهرو جنزب تمرو يمطال نغرغن بركه يلوم بلك الله سبحانه وتعالى غير طورنتنا قال الله وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله هلال كسويتش زند ان انت ولد ستاتو ان انت زند اندي بركتلاچو اندي ارغالاچو اندي رابانا اندي بازا بتفلغو الله زند غنا يبازا ما يرابا ميلال وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله سبحانه وتعالى ولدن دمطماطون يطفال يدمسسوال بولد يتكماچن جنزب مالتنا نجر جن حلال جنزب هونو صدقه بصدقه لي بصدقه وتي مدرك هنا الله يا بركه توال يا صدقوال الى سبحانه وتعالى عباد الله اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي شرع الدين ويسره ووعد بالثواب وكثره وخلق الإنسان فقدره والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله وأطيعوه وتعرضوا لرحمة ربكم وارجوه واعلموا أنه لا نجاة إلا بطاعة الله ولا سعادة ولا بركة إلا في امتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الله المفرات السلمة التعززين ربنا يا الله ازنت لنيا يمي بجو يمي هونو يهين مادرك سنتلنو يا الله ازنت مفلق اللبن نجا موتات كمركرة كدنيا ميهون كآخرة مكرانا شقر نسا موتات ميقنيو دستام يميقنيو الله سبحانه وتعالى نا ملك تنياون صلى الله عليه وسلم بمتازز بيتشان نبيتشان وده سببه كن ملس وأما عن أسباب الرجوع إلى البركة وزيادتها طيب بركة عندي نور عندي تأمر مما أدرك اللبن كتباله يمجمروا من نيوم بقل سبميهون بمهبر سب درجة من نيوم أمان وده الله من ملس إن الله مفرات اللبن يا الله أن يملك تنياون تأزاز مكبر منور اللبن الله عز وجل من إلال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يمن دروا على بيتوج بيامنونا اللهم بفرو بيامنونا اللهم بفرو وين بيتنككوا نرو لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركة تنك سماينا كمدر انكفت الله تشونبر ولكن كذبوا نقرق من يارق على أستبابلوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إن كان بركة لنا متعلا تشيكرنا بجزاجاتكو بسر السراية تنسى كأتاناتكو ورمجا وسر نباتكو إلى الله سبحانه وتعالى بأ الله لا يسوي إياك قارة انديتك الله رحمة النانع ما يتيك
بركتنا نديت كالله يفلكا بدين لا أديس فترة يفترة نديتنا نديسو يا الله أن بركتنا نعمة ميفلكا ما يمسل نكرنا يتلا يتلا لك مبالو ونجلوتن يسران نديتنا بركة منوره وتاتن لنور يجلم الله يزر رقم اسفرت إيو بملكام هوتنا نور يفلق سو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ما مننا الله مفرات يقدنا كونجل متنكك مراك يقدنا كشرك كبدعة كتلالك ونجلوش كمن مستنيا ونجلوش كهلهم مراك إنا متنكك مسفرت هذا القوة الله سبحانه وتعالى هلتنيا بركة عندي نور كم يتكمن قروش مكاكل الشكر على الرزق الله بسد الرزق لا ما مسكنه ما مسكن سيبال يملاس مسكانا بتشال اللهم هي نعمة الناس أجاك الله زين لما متعتون ما من يقدنه بمجمع على الرجاب لب كذاب عندبت ما مسكر كذاب على يندن النعمة لتجني لت وين لتفتر لت على ما معان وقت كونا يوقت زكاة وشكر من دنا وكتب على ما تكبرنا بمجمع على الرجاب إني راسات ما تكبر كذاب على ليلوتش ما استمرنا سرتو ما سرات مالتنا يجنزب شكر من دنا زكاة ما وطعتنا صدقة ما وطعتنا يهول من نجر نزيه شكر راسه يتعلى مجلج علىه يانن ما درجنه قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم متامسجنوا كونا برقد أمر الله تعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بان صاروا جن يمتكدوا كونا كتعتي برتون إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ولبركة كم يرد النجارش مككل القصد وعدم الإسرافنا على ما باكن كبكنت راساتنا كتبكن لبركة عينتين يا من قدنا لذيه نبياتنا عليه الصلاة والسلام بحديثات إمام البيهقي أن النساء رزقبت حديث منالو أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا نالو كسيتو تشلو يبلت بركة يلات سيت مالت مهران صداقا ومهران تلوشان أنستنيا كالل يادرقتنا تلالو رسول صلى الله عليه وسلم ليلتو كسبوت مكاكل ودع الله سبحانه وتعالى مما سألنا مما لسنا يهي لبزو بركة يمي تكمنو لك الزبير بن العوام عليه رضوان الله تارك لان داينو لجون لجاتو سيشقرو من دنيا لث كتقره با قيتاي با عملاكي تردانو يعني ليلو كسبوت مكاكل القناعة والرضا بتقين يوم بتتش على متأن مبك أكعت ممكرنا دستن يامهنه الله عز وجل سلسلته ونقر دستن يامهنه نبي عليه الصلاة والسلام منالو إمام أحمد في مسنده بسند صحيح بزقابة مسرد إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه الله سبحانه وتعالى باريهم بسدته ونقر يفتنا ونالو فمن رضي بما قسم الله عز وجل له أو قسم الله عز وجل له الله لسو بسد أو نقر دستن ياي هنا الله سبحانه وتعالى له بارك الله له فيه ووسعه الله بارك هذا القلة البزة بسد أو نقر أنسا بزة يا صفا لتالى له ومن لم يرضى لم يبارك له فيه دستن ياك هل هنا الله بسد أو نقر بركايات آل نبيه صلى الله عليه وسلم لتاوي بركة مياس قنيو نقروش مكاكل عنده أبيت سيقبو السلام عليكم بلو مقبات بركة ياسقينيال قال الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة أبيت سيقبو السلام عليكم ورحمة الله بلو مقبات لبركة كم يتكمون قروج مكاك النون اندزيهم دقمو مقبن بقارا مبلات تنتعطلو مبلات يتفكر بهنم نقر قن يتشالونا لبركة يمي تكمو يهنو نبيات صلى الله عليه وسلم يهون صوت اندال تقبون القراتشو فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع انبلا لنقن أن تقبن مراتشو قال فلعلكم تفترقون ستم مقبو تلايتاتشو تبتاتناتشو نمسلن يهلو قالوا نعم أوصلاتشو قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه ستبلو سبسب بلاتشو بلو الله نم يا الله نم سم عوسو الله بركة درق اللاتشو هللو نبيات صلى الله عليه وسلم اندزيهو بركة اندي نور بهيوتات كمي تكمو ولتاوي نقروش مكاكل
زمدنا ما قتلنا نبي عليه الصلاة والسلام. إمام البخاري بزقبت حديث مناله من سره أن يبسط له في رزقه رزق لسفالات يمي فلك سو دس يمي لو سو كالة وينسى له في أثره زر يا بركة يا رزملت خير يعلون لهون ادميون دي رزملتنا بركة دي نورو زر ملكا من دي هون يفلق فليصل رحمه زندناون يكتلالو نبيات صلى الله عليه وسلم نزهنا ملكام نقروتشن هلو مثل ملكام نقروتش لايك برتان الله دنيا آخراتنا يا سمر لنا بركة يا بزال لنا هوتاتنا يتبارك اجمياتنا يتبارك ايماناتنا اوقاتنا تقباراتنا هلو يتبارك الله يدرق لنا بزيلا مبرتاتنا متنكرين ربنا. هذا وصل وسلم ورحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه كما أمركم بذلك العزيز الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أهل عنه عن أهل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.